شغل اطلب ليك ولا شنو؟ قتلنا الأول بس يعني انا ما تم ترى ده بس هو قريب 13 ثلاثة شهر لما شنو انتي تيلي ترى اول ما اول انا قلت لها خليك جيب 2000 لما انا خارج جابت لي 2000 2000 انا مشيت بيت ترانزيتور وقت جي ركبت التيلي ده بوم ضرب قبل جابت 400 ريال بطن تيلي ده خدم بيجي شوفي بطن ضرب اخوته مواد جابت لي كم جابت لي اختي كبيرة لسه جابت عليك 1000 ما انا خالد هسه تجيبوا 1000 ريال تيلي كره كم يقوم سميتي يبقى 4400 ريال ان شاء الله تيلي يقوم 4400 اي يعني انت وريتها 2500 يعني هسه عملتك 1000 تلاقي 4500 انت ما لقيت تفهمون هذا بخطك كده اول ما اول اوبيتال كان مشيت ده اكزامي كارنيتي بيا شنوتي بيا زي ما انا خالد هجينا من ب 1000 ريال لكن ركب 4400 ريال كان بقى انا غير 6000 كلها ده ما تم يا ابويا كران زيد 4500 ده ابني انت وريت 2500 سي هسه دي من جاب يجي 4500 ده هسه حالا ما في لا تنتين اكران ابني مش فوق بس فكرك شنو هسه تدور تشوف التيلي ولا ما تدور تشوف التيلي انت كان دور تشوف التيلي ما تاخر وقتك هسه 1000 ريال دور منك 1000 ريال كان جبت لها نبي اليمنتاسيون وصمه تاره وصمه براديه كلمتك هنا ده تيلي كره تشكم MAF Création 235, abonnez-vous sur notre chaîne Facebook, YouTube, Instagram et Twitter.